بكم مرة تانية مشاهدي نهار سعيد. وقضية نهر النيل قضية لازالت مستمرة وقائمة، ايه اللي حصل فيها او ايه اللي استجد فيها؟ دي حاجات غير معلومة لحد دلوقتي الحقيقة. ضيفنا النهاردة الكاتب السياسي واستاذ متخصص في الحماية الاجتماعية والتنمية، بنتابعه دايما في سلسلة مقالاته اللي بيقدمها اسبوعيا واللي هي خاصة بالتنمية. في اخر مقالاته والنيل إذا غضب، ناقش قضية النيل القائمة المفترض لحد دلوقتي. ضيفنا النهارده الدكتور صلاح هاشم وهو الكاتب السياسي. صباح الخير يا فندم. صباح الخير استاذ. ازيك يا دكتور صلاح، عامل ايه؟ كل سنه وانتم طيبين يا فندم. وانت طيب. طبعا انت عارف الجو اليومين اللي فاتوا كان متقلب جدا. حر مع تكييف وكده، فعيد بقى برد. فمع اعذرني بقى في صوتي، معلش. دكتور صلاح، في مقالك والنيل اذا غضب، ليه اخترت موضوع النيل تحديدا؟ هل في اي مستجدات على هذا الملف ولا حضرتك اخترته لانطباع شخصي؟ والله اللي اخترت قضيه النيل لمجموعه اسباب. السبب الاول ان انا ابن النيل طبعا، وانا من ابناء جزيره كانت في وسط النيل في صعيد مصر، وبالتالي في علاقه حميمه بيني وبين النيل، فدايما هذه القضيه لا تفارق ذهني باي شكل من الاشكال. الحاجه الثانيه حاله الصمت الاعلامي والسياسي التي خلال الشهور الماضيه، والتعامل مع قضيه النهر على انه مجرد مجرى مائي يمر في مصر يمتد من الشمال الى الجنوب، او هي زي اي قضيه زي قضيه انابيب والخبز وقطاع الكهرباء، مش هي قضيه امن قومي، قضيه مرتبطه بحياه الانسان على الارض. يعني هذه القضيه، هذا الصمت، استغربت قضيه التعامل. هل هو تعامل قضيه تتطلب التعامل بحنكه السياسيين وحيل السياسيين وحبال السياسه الطويله؟ هذه القضيه لا تحتمل الصبر، وهذه القضيه لا تحتمل التعامل الدبلوماسي. هذه القضيه حاسمه لانها مرتبطه بحياه الانسان. وبعدين تطرقت بقى لانه على علاقه انه هذا النيل ليس مجرد مجرى مائي، وانما هو شكل على مدار التاريخ خصائص وسمات الإنسان المصري. وإذا كان هيرودوت قال بأن مصر هبة النيل، فماذا يحدث لو أن النيل قد تراجع في هبة المصريين؟ إذا غضب، لو غضب يعني كمان، وإذا تراجع غضب وتراجع عن هبته، فماذا يفعل المصريين؟ إذا كان النيل هو هبة، إذا كانت مصر هي هبة النيل للمصريين، فماذا يفعل المصري اذا غضب النيل وترك؟ لكن حضرتك شاورت على حاجه مهمه جدا، وهي علاقه الانسان بالنيل، او علاقه المصري او الانسان بالنيل، هي علاقه اكبر من ان هو مجرى نيلي بيمتد من هنا لهناك. لكن هو ياما اثرانا من خلال ناس كتير قوي قدروا ان هم يعبروا باشكال مختلفه في كل المجالات بسبب وجود النيل او بسبب قربهم من النيل، زي حضرتك مثلا. فاشرح لي الحكايه دي اكتر. اولا قضيه النيل في ناس كتير جدا اتكلموا عنها وتاثيرها في الشخصيه المصريه، منهم طبعا الكاتب الكبير طبعا دكتور جمال حمدان في شخصيه مصر تكلم عنها، وانا اتكلمت في مقالات كثيره عن مساله سد النهضه والتحديات من الجوانب الاقتصاديه بعدها من زاويه تخصصي. لكن انا في هذا المقال بالتحديد تناولت الخصائص الانسانيه والعلاقه الانسانيه الحميمه ما بين الانسان المصري وبين النيل. اولا هو النيل كان مصدر اساسي بيتحكم في افراح المصريين واوجاعهم على مدار التاريخ. النيل كان اذا فاض المصريين يجوعوا، واذا هبط المصريين يجوعوا، لدرجه انه الانسان المصري كان دائما عينه على النيل. لو وصل الى ارتفاع معين يبدا يحط ايده على قلبه، لو انخفض عن منسوب معين يحط ايده على قلبه. فكان يقول مثلا الاشعار التي يتغناها الصعايده في جنوب مصر، كان يقول لك صاحي من الصبح بدري والنيل بيسبك خطايا، يفيض يغرق جزائر، يهبط اموتي في حشايا. لانه اذا فاض النيل عن 18 ذراع بيغرق 3 ارباع الاراضي الزراعيه، واذا هبط يعم الجفاف والقحط. وبالتالي ان المصريين كانوا بيجوعوا اذا فاض، وبيجوعوا اذا أصابه إذا قل المنسوب عن 13 ذراع. فكان المصري دائما عينه قوي على هذا النيل، لأنه غذاء وحياته واستقراره وسعادته وأفراحه مرتبطة، لدرجة أنه عمل عيد لهذا النيل. كان أول عيد للمصريين هو عيد وفاء النيل. وكان إذا جف النيل في ذلك التوقيت كان يقدم له أجمل ما يملكه المصري، هو أجمل فتاة كان يقدمها حتى عصور العهد الإسلامي، كان يضحي بأجمل فتاة يرميها في النيل علشان يحل النماء من جديد والنيل يأتي من جديد.
رجعنا لكم مرة تانية وبنأسف لكل مشاهدي نهارك سعيد على العطل الفني اللي حصل دلوقتي، وبنرجع مرة تانية نتواصل مع ضيفنا دكتور صلاح هاشم، هو الكاتب السياسي، وكنا بنتناقش معاه عن مقالاته الأسبوعية اللي بتنزل في بتتكلم عن نهر النيل. دكتور صلاح، المحور التاني اللي حضرتك ذكرته في المقال بتاع حضرتك وهو مع بداية عهد جديد هو بناء السد العالي. مشروع السد العالي وأهم إيجابياته التنموية على مصر أو في مصر. طبعا السد العالي كان نقله حضاريه ومن اكبر المزايا التي ميزت طبعا العصر او الحقبه الناصريه في تاريخ مصر، لكن كان ليه مزايا وكان ليه عيوب على المصريين. المصريين قبل السد العالي وكانوا بياكلوا، ما كانوش يعرفوا حاجه اسمها قمح، كان المصريين بياكلوا حاجه اللي هي الذره الرفيعه دي بيسموها العيش الجيضي، ده كان بيمد عامل زي اللبان كده كان بيشد، ودلوقتي بياكلوه المصريين دلوقتي بياكلوه للطيور والحيوانات. كانوا المصريين قبل السد العالي ما كانوش بياكلوا خالص القمح، بعد السد العالي بدأ الإنسان المصري ياكل القمح، وخير القمح طبعا يمر على الدول كمان العربية الموجودة. لكن اللي حصل بعد السد العالي أنه بدأ يتحكم السد العالي في منسوب النهر، لما بدأ يتحكم بدأت مياه النيل تنحصر، لما كانت بتنحصر بدأت بتخلق حاجة اسمها البادة أو جزيرة طرح النهر. هذه الجزيرة خلقت نوع من الصراع القبلي في الصعيد وورثت مسألة الثأر، لأنه هذه الجزيرة كان الناس المقيمين على النهر دول كانوا بيعتبر أن هذه الجزر هي أملاك دولة وكانت تابعة للعائلة الأقوى، فكانت العائلات تتقاسم هذه الجزيرة فتتصارع. العائلة القوية اللي تقدر تستخدم الأسلحة وتقاوم بشكل أكبر العائلات الأخرى هي التي كانت تستولى على جزر طرح النهر. وبالتالي المصريين في الصعيد بالتحديد بيعتبروا أن كل شبر من الرمال التي طرحها النهر في جزر طرح النهر رويت بدماء أبنائهم، وأن هذا النيل الذي يجري هو رصيد للدموع التي سفكها الأمهات الثكلة الذين فقدوا أولادهم. طبعاً بصمات كتير قوي للإنسان، وموجودة هذه الجزر موجودة، لدرجة أننا مش بسميها جزر طرح النهر، أنا بسميها جزر طرح الدم، لأنه هذه الجزر مليئة بدماء الصعيدة. امبارح كان في حادثه على جزيره طرح النهر، السنه اللي فاتت على جزيره طرح النهر، كل سنه النيل ينحصر بيخلق ارض. الناس مش مشكلتها كانت مش عارفه قيمه ان النهر ينحصر، لكن الصراع كان على الارض الخصبه اللي كان بيطرحها النهر على الجوانب بتاعته. بقى النهر دلوقتي عباره عن ترعه صغيره، النهر اللي كانوا بيتغنوا فيه زمان، كانوا الناس بتعمل الافراح والاعراس، الواحد بيتجوز في موسم الحصاد، موسم الحصاد كانوا معظم المهن بتقوم النجار الحلاق على موسم الحصاد، بيقوم على النهر بقى خلاص ساء الارض والناس زرعت، فكان الناس تقيم الافراح اللي موجوده. دلوقتي النيل حياه، يعني النيل كان بالنسبه لهم حياه. بدا يتلوث النيل بعد السد العالي بشكل كبير بسبب ازدحام الكثافه السكانيه، واعداد السكان تضاعف يمكن 4-5 أضعاف من الستينات من لحد دلوقتي. فكان تلاقي الاغاني يقول لك مثلا ايه، عطشان يا صبايا، عطشان يا مصريين، عطشان والنيل في بلادكم متعكر مليان طين. بداوا كمان استخدام النيل، قدسيه النيل بدات تقل. انا شايف انه النيل الذي كان هبة للمصريين والمصريين لم يحترموا النيل ولوثوه ورموا فيه القمامة ورموا فيه الحيوانات النافقة بعد أن كانوا يعبدوه في أنا القديم. أنا مش عارفة جات لنا منين الخبطة بتاعت إن إحنا بنلوث النيل وبنعمل فيه أنت من كل النواحي، أنت من كل المصادر. المصريين ارتبطوا بالنيل لدرجة ما فكروش في بدائل تانية يعني عنه للحياة، فكان بالنسبة لهم حياة. أنا يعني بشكرك جدا وأسفة قوي إن أنا بقطع معاك الحديث دلوقتي لأن يومنا خلص، وإن شاء الله لازم أشوفك قريب عشان نستكمل مع بعض باقي حوارنا، لأنه لسه في عندي أسئلة كتير قوي تخص الموضوع ده، وطبعا العطل الفني ده كان سبب في إن أنا ما كملش مع حضرتك. بشكرك على وجودك معانا النهارده. شكرا فندم. ميرسي جدا لحضرتك. دكتور صلاح هاشم هو الكاتب السياسي، اتكلمنا عن مقالته النيل إذا غضب أو غضب. النهارده يكون بكده يومنا خلص، وإن شاء الله نشوفكم بكرة كاست عمل جديد، ونهاركم دايما سعيد.